اللي هو الجلاس. الجلاس في عنا أنواع نتعامل معهم. طبعاً في عنا 3 type of glass اللي بيستعملوا بالبرنترال. أول نوع من الجلاس بسموه اللي هو type 1 glass اللي هو عبارة عن بورو سيليكيت جلاس. It is considered the most resistant type of glass. كمية الليتشبز منه بتكون أقل إشي. وبالتالي it is much more inert than other type of glass. بس مشكلته هذا الجلاس انه it is a little bit expensive او سعره بكون اغلى من other type of glass. وعادة this type of glass is reserved for اللي هو alkaline solution preparations او alkaline liquid preparations اللي عادة بكون فيها leachables بتكون كثير عالية. النوع الثاني اللي هو بنسميه اللي هو treated soda lime glass. Treated soda lime glass هو عبارة عن soda lime glass بيسوي له treatment مع بواسطة اللي هو مع هيدروجين سلفيت حتى يصير much more resistance وكمية الليتشبز بتطلع منه بتكون كميتها قليلة. وطبعا this type of glass بيستخدم للpreparation اللي بتكون neutral وبتكون بتكون 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 acid. نقدر نعبيها in this type of glass اللي هو type 2 اللي هو treated soda lime glass. طبعا الاسيديك والنيوترال نقدر نحط فيهم بوروسيليكيت جلاس او توب ونحطهم ببوروسيليكيت جلاس او تايب 1 جلاس، لكن مشكلتهم يعني بتصير بنزيد الكوست على البرودكت بينج مانيفاكتشر لانه سعرهم بيكون اغلى بكثير من اللي هو السودا لايم جلاس. التايب الثالث من الجلاس اللي هو تايب 3 جلاس اللي هو سودا لايم جلاس اللي ما سووا له تريتمنت. طبعا this glass is less resistant than borosilicate glass. وطبعا it is about 10 times less resistant than اللي هو to alkali than type 1 glass. وما بيستعمل غير فقط للدراي preparation، ما بيستعملوها للسوليوشن، لا acidic ولا basic ولا neutral، بس بيستعملوه للباودر. وطبعا type 3 glass ما بيقدروا يسووا له thermal sterilization. النوع الرابع اللي هو NP. NP هذول اللي بيستعملوا بالفارماسيوتيكال. NP من اسمه non parenteral glass، عادة بيستعملوه اللي هو لل non sterile preparation زي مثلا liquid preparation زي السيرب الإليكزير. البوتلز بيستعملون فيهم بتكون معمولات من NP glass اللي بيكون سعره أرخص. وعادة NP glass يعني بيكون فيه له مواصفات حتى نقدر نستعمله to fill اللي هو pharmaceutical preparation inside it. ف type 1 is highly resistant borosilicate glass. Type 1 glass is highly resistant borosilicate glass. طبعا الكمية الليتشبلز ات الكل يعني على البي اتش العالية كميتها قليلة كثير. Used for ready to use parenteral solutions. Most expensive type of glass. والاغلب بيستعملوه للpreparation اللي بتكون البي اتش تبعها عالية. Type 2 glass اللي treated soda lime glass. بيسوي التريتمنت بالسلفر دايوكسيد او لما يسوي التريتمنت بيطلع سلفر دايوكسيد. Sodium sulfate forms on a glass look like frost. طبعا لما نسوي له عملية تريتمنت للجلاس ما بيطلع شفاف، بيبين كأنه حاطينها بالفريزر هيك لونها مش شفاف 100%. طبعا هذا بسبب الرياكشن بين هيدروجين سلفيت والصوديوم ايون بتكون عندنا صوديوم سلفيت اللي بيعطي اللي هو الفروست لايك لوك. Used for large volume bottles and acidic to neutral small volume parenteral. acidic or neutral preparation اللي هي بتكون small volume parenteral واللي هي بتكون alkali او اللي هي preparation pH عالية عادة بنستعمل فيها البوروسيليكيت جلاس. التايب الثالث اللي هو soda lime glass about 10 times less resistant to alkali than type 1. Used for dry powder small volume parenteral بس بالفايل بيستعملوه و cannot be terminally sterilized with the final product. والMP اللي هو non-parenteral glass. طبعا شو الفرق بين البوروسيليكيت هو الجلاس والسوديوم لايم جلاس اللي هو الكومبوزيشن تبع الجلاس. الجلاس عادة بتكون من اوكسايد او ميتال اوكسايد. طبعا البوروسيليكيت اكثر اوكسايد موجود فيه اللي هو السيليكون اوكسايد. طبعا both of them فيهم سيليكون اوكسايد. البوروسيليكيت نسبة السيليكون اوكسايد اعلى من اللي هو سودا لايم جلاس 81% سيليكون اوكسايد، بينما بالسودا لايم بيكون 73. لكن البوروسيليكيت بيميزه وجود اللي هو البورون اوكسايد اللي هو B2O3 بيكون موجود بتركيز اللي هو 13%، والسوديوم اوكسايد والالومنيوم اوكسايد بيكون تركيز اقل مقارنه باللي هو السودا لايم جلاس. سودا لايم من اسمها سودا يعني فيها سوديوم اوكسايد، واللايم اللي هو ايش هو اللايم؟
فيه كالسيوم اللي هي الجير، بيكون معمول من الكالسيوم، فيه كالسيوم اوكسيد 14 18%، وفي الاذر ميتالز اوكسايدز عارفهم بيكون اقل زي المغنيسيوم الومنيوم بوتاسيوم اوكسايدز، بيكون تركيزهم تركيزهم اقل. هذا هو الفرق بالكومبوزيشن بيناتهم. البوروسيليكيت جلاس از ماتش مور اكسبنسيف ذان اللي هو سودا لايم جلاس. طبعا كمان الجلاسز بيختلفوا على عن بعضهم البعض اللي هو بالفيزيكو كيميكال بروبرتيز اللي هي الفيسكوسيتي والكيميكال ديورابيلتي والثيرمال اكسبانشن والكلر والدنسيتي. طبعا الجلاس از نوت اي سوليد، ات از اي ليكويد، لكن الفيسكوسيتي له بتكون اكستريملي عاليه. وطبعا عاده لما يشكلوا الجلاس شو بيسووه؟ بسخنوا الجلاس بتتغير الفيسكوسيتي، بيقدروا يشكلوا اللي هو الجلاس بالاشكال اللي هو اللي بدهم اياه. طبعا بيختلفوا البوروسيليكيت جلاس عن اللي هو السودا لايم جلاس، يعني اللي هو مطاوعته حتى شكله اللي هو فيه جلاس. طبعا الجلاس از اكستريملي فيسكوس ليكويد ويتش فورم ريفورم فيري سلولي اندر اكسترنال فورس. طبعا هاي عمليه اللي هو الديفورميشن بتعتمد على الحراره. طبعا عاده جلاس فورميشن اوكير ات 10 تو باور 3 تو 10 تو باور 8 دي باسكال سكند، اللي هي لما يسخنوا الجلاس بتقل الفيسكوسيتي بيقدروا يسووا عمليه اللي هو فورميشن. والجلاس بعد عاده ما بيسووا له عمليه اللي هو تشكيل، بحطوه بالفرن وبشووه، بسموها انيلينج للجلاس، بسوي انيلينج جلاس حتى يثبت على اللي هو الشكل الجديد اللي طلع فيه. فطبعا الانيلينج جلاس هي ذا تمبرتشر ات ويتش ذا جلاس هاز ا فيسكوسيتي اوف 10 تو باور 3 دي 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 باسكال سكند. هاي بالنسبه طبعا التايب 1 جلاس وتايب 2 جلاس، او يعني او البوروسيليكيت جلاس والسودا لايم جلاس بيفرقوا باي حراره بصير فيهم اللي هو او بتتغير اللي هو الفيسكوسيتي بتختلف على نفس الحراره بتوين اللي هو بوروسيليكيت جلاس والسودا لايم جلاس. الكيميكال ديورابيليتي اللي هي راح نحكي عنها بعد شوي، هي لها علاقة بكمية الليتشز اللي بتطلع من الجلاس. طبعا احنا اوريدي حكينا انه البوروسيليكيت جلاس عادة الموست ريزيستنس وكمية المواد اللي بتطلع منها اقل من كثير من الصودا لايم جلاس بسبب الكومبوزيشن الموجود فيه. الجلاس كمان بيصير له اكسبانشن اللي هو بتمدد وبتقلص حسب اللي هو الحرارة اللي بتعرض لها. فطبعا تايب 1 جلاس الاكسبانشن تبعه بيختلف عن تايب 2 جلاس. تايب 1 جلاس اللي هو 68 تايم 10 قوة ناقص 6 سنتيمتر بير سنتيمتر فور ايتش ديجري سكند، بينما تايب 2 وتايب 3 اللي هو السودا لايم جلاس اللي هو من 90 ضرب 10 قوة ناقص 7. فشوية بيختلف اللي هو الاكسبانشن وال تبع الجلاس خلال عملية التسخين. الجلاسز كمان بيفرقوا عن بعض باللون، في بعض الجلاسز دي ار كلرليس، في بعض الجلاسز بيكون لونهم لهم الوان. طبعا اللي بيطلع الالوان هو شو عندنا ميتال اوكسايد موجوده داخل هو الميتال داخل هو الجلاس الموجود عندنا. لما يكون في عندنا مثلا فيروس اوكسايد، فيروس اوكسايد لونه احمر، بتطلع اللي هو الفايل لونه احمر. فحسب طبيعه اللي هو الاوكسايد الموجود عندنا بتختلف اللي هو لون الجلاس. بتعرفوا انه في بعض الجلاسز بيكون لونه امبر كلر او يلو او بيكونوا احمر. فهي طبعا بيستعملوهم عاده حتى يمنعوا الويف لينث اوف لايت فروم جيتينج انتو ذا برودكت، وبالتالي يحموا البرودكت فروم هارمفول ويف لينث اوف لايت. كمان الجلاسز بيختلفوا عن بعض بالدنسيتيز لانه الكومبوزيشن تبعهم مختلف. فطبعا التايب 1 جلاس الدنسيتي تبعته تقريبا 2.44 جرام بير سي سي او بير ام ال، بينما تايب 2 تايب 3 الدنسيتي تبعته 2.5 جرام بير ام ال، طبعا شويه اكثر الدنسيتي تبع اللي هو تايب 2 جلاس دان اللي هو تايب 1 جلاس. طبعا الجلاسز بتتصنع بطريقتين، يا اما شيء في طريقه بنسميها اللي هو تيوبنج جلاس، وفي عندنا بلو مولدد جلاس. بلو مولدد جلاس اللي هي الطريقه القديمه اللي بيصنعوا فيها اللي هو الجلاس اللي بتشوفوها مرات تراديشنالي، اللي هو بيجيبوا بيس اوف مولتن جلاس وبعدين بيستعملوا اللي هو مولد وبنفخوها بتكون عندنا اللي هو البوتل اللي موجود خلال عمليه المانيفاكتشرنج. بينما تيوبنج جلاس عاده بيبدوا بيجيبوا تيوب اوف جلاس وبسخنوه وطبعا وبشكلوها بشكل البوتل المطلوب فيها. فالبلو مولدد جلاس عمليه تشكيله بتبدا باللي هو جلوب اوف جلاس، بيسووا لها اكستروجن يعني بسحبوها وبكونوا والزوايا تبعها
بيسوي لها عمليه فينيشنج اند باريزون فورم، بيسوي الزوايا وبعدين بيسوي لها عمليه اللي هو بلوينج وذ اير تو شيب ان مول، بيدخلوها بمول وبعد هيك بشوها بيسوي لها عمليه انيلينج وبعدين ببردوها وبصير الكونتينر بصير جاهزه. الجلاس تيوبينج بيبدوا ذي ستارت وذ تيوب بسخنوه بكون الشوردر اللي هو الجزء العلوي من الامبول او الفايل اللي هي النيك تبعهم، بعد هيك فورم فينيش وهيت وبسخنوه مره ثانيه، بعدين فورم بلو باك بنفخوه بعدين بقصوه للطول المناسب وبعدين بيحطوا له يعني الجزء السفلي اللي هي القاعد تبعه، وبعد هيك بيسوي عمليه تريتمنت وانيلينج اللي هي تقصيه، بحطوها بفورم بشويها وبعدين ببردوها بصير جاهزه. طبعا ذس از رفلي كيف بصير عمليه اللي هو المانيفاكتشرنج اوف جلاس باي تيوبينج وباي بلو مولدد جلاس. طبعا الطريقه التراديشنال اللي هي طريقه اللي هي بلو مولدد جلاس، الطريقه الجديده اللي هي تيوبينج جلاس، بس كثير موجود بالسوق اللي هو بلو مولدد جلاس وعاده بيكون ارخص من اللي هو تيوبينج جلاس لانه لسه ما صار التحويل 100% من الطريقه هاي للطريقه اللي هو تيوبينج جلاس. هيك بفرجيكم كيف اللي هو بلو مولدن جلاس، كيف بجيبوا بيس اوف مولدن جلاس بسحبوها وبدخلوها داخل القالب وبنفخوها بتتكون بالشغل وبتطلع عنا اللي هو البوتل اللي هي متكونه. وهون تيوبينج جلاس كيف بيبدوا بتيوب اوف جلاس، بيسووا اول شيء اللي هو بسخنوه بيسووا النيك وبعد هيك بقصوها بالطول وبعدين بحطوا لها اللي هو الجزء السفلي فبتتكون اللي هو البوتل اوف ذا جلاس الموجود عندنا. وطبعا الفايلز النيك تبعها بيختلفوا، طبعا احنا اللي بنستعملها بالبارنترال فور انجكتابل النيك تبعها بيكون شكلها زي هاي، بينما اللي بيستعملوها بالبوتلز تبعت السيرب والالكزير بتكون عباره عن سكرو. وفي عنا في شيء بسموه بلو باك وفي عنا كارتريجز، يعني بيختلف الديزاين تبع اللي هو البوتل يعني النيك اوف ذا بوتل الموجود فيها. هاي لها علاقه بعمليه اللي هو المانيفاكتشرنج اوف جلاس مش راح نفوت فيها ان جريت ديتيلز. طبعا شو عنا اللي هو الجلاس كونتينر اللي بنستخدم بالبارنترالز؟ في عنا اول شيء اللي هو الامبول، عاده الامبول بيصنعوها باي اللي هو بتيوبينج ميثود nowadays. الفايل بتتصنع بالتيوبينج، بتستعمل بالبلو مولدد، البوتلز كمان بتستعمل بالتيوبينج بلو مولدنج، السرنج هسه nowadays معظمهم بيصنعوا بالتيوبينج والكارتج باي تيوبينج. طبعا مين احسن تيوبينج ولا البلو مولدد؟ عاده التيوبينج بتعطي برودكت كواليتي تبعته احسن من اللي هو بلو مولدد جلاس. طبعا واي از تيوبينج جلاس از بيتر ذان بلو مولدد جلاس؟ طبعا الفينيشينج تبع اللي هو الجلاس از بيتر، فبيتر اند وول اند فينيش دايمنشنال كونسستنسي، بتكون الدايمنشنز تبعهم بتكون يعني مضبوطه بشكل اكثر بالتيوبينج جلاس ذان اللي هو بلو مولدد جلاس. وبتلاقوا اذا بتتفرجوا على الجلاس اذا الواحد بيشوف بوتل بتلاقوا مثلا اذا حدا بيشتري قطرميز بلاقي قطرميز بتلاقيه هيزي وعليه شخوط، في قطرميز بتلاقيه زي يعني بكون يعني ناعم كثير وفيري سموث، اللي بكون ناعم كثير وفيري سموث عاده بكون معمول باي تيوبينج ميثود. طبعا نو سيمز يعني الخطوط الموجوده على السيرفيس تبع الجلاس. طبعا عشان يصير ليبلنج التيوبينج جلاس الادهيجن بينه وبين الليبل بكون احسن، فبتلتصق الليبل عليها بشكل احسن من اللي هو بلو مولدد جلاس. الوزن تبعها وكميه الجلاس المستخدمه فيها بتكون اقل من بلو مولدد جلاس و facilitated inspection. طبعا كثير بالبارنترال برودكتس راح تشوفوا لما نسوي كواليتي كنترول لازم البارنترال برودكت تكون كلير اللي هو البارنترال برودكت. طبعا كلير يعني انه ما فيهاش اني سسبندد بارتيكل، وعاده معظم البرودكتس اللي هي البارنترال برودكت لازم يسووا لها انسبكشن ويتاكدوا انها ما فيهاش بارتيكلت ماترز. طبعا one way of doing that يا اما باي فيجوال انسبكشن، طبعا بيجيبوا البريبريشن بيقلبوها وبتفرجوا عليها بمكفوف ما بيكون فيها اللي هو suspended particles، او الطريقه الثانيه عاده بيستخدموا فيها الليزر لايت بيدخلوا على البريبريشن ليزر لايت وبشوفوا شو number of suspended particle والحجم الحجم تبعهم، لازم في لها certain requirements. طبعا عاده التيوبينج جلاس
بسهل عمليه اللي هو الانسبكشن بروسيس. فايش انه الواحد يشوف اللي هو الامبيوريتيز بتكون او البارتيكل ميتر بتكون اسهل باستخدام تيوبينج جلاس. لوور تيوبينج كوست، الكوست اوف مانيفاكتشرنج اوف تيوبينج جلاس اقل من البولومر جلاس، بس المصانع كلياتها الموجوده لساتهم بيشتغلوا على اللي هو الطريقه القديمه هي بلو مولدد جلاس. طبعا مع الزمن بصير تحول، مع انه يعني الكوست اوف مانيفاكتشرنج تبع تيوبينج جلاس او الاكويبمنت اقل، لكن سعرها بيكون اغلى من اللي هو البلو مولدد جلاس، بتكون عاده سعرها ارخص من اللي هو تيوبينج جلاس. يعني تيوبينج جلاس بكلف اقل بنباع بسعر اعلى مقارنه بالبلو مولدد جلاس. هسه بدنا نحكي عن اللي هو الجلاس اكستراكتبل او الليتشبلز، الشغلات اللي بتطلع من السوليوشن من الجلاس بتروح انتو ذا سوليوشن. بتعرفوا البرنتر برودكت لازم يضلها لازم تكون نظيفه وما فيهاش اي شغلات تطلع من الجلاس او الباكجينج وبتيجي بالسوليوشن. طبعا هذا في عندنا فاكتور بيأثروا على عمليه اللي هو الليتشبلز او الاكستراكتبل او المواد اللي بتطلع من الجلاس وبتروح انتو ذا كونتينر. فطبعا من الفاكتورز المهمه اللي هي البي اتش، عاده لما يكون البريبريشن نيوترال يعني البي اتش تبعها تقريبا بين الأربعة وستة، الاماونت اوف اكستراكتبلز عاده بتكون 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 اقل، وطبعا بتزيد مع زياده البي اتش سبيشلي ات بي اتش ابوف 9 اند ابوف كميه الليتشبلز بتكون 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 اكثر. عشان هيك نحن بنستعمل بوروسيليكيت جلاس للالكالي او البريبريشن البي اتش تبعها بتكون عاليه. طبعا شو بيطلع من الجلاس لما يخزنوه؟ طبعا بيطلع عندنا السيليكون هو اكثر سيليكون اوكسايد، وبيطلع عندنا صوديوم بروح للسوليوشن. في شغلات التراكيز اقل، في عندنا اللي هو البوتاسيوم، في عندنا الباريوم الكالسيوم والالمنيوم، والكميات اقل بكثير اللي هم الفيريك ايونز مغنيسيوم والزنك بيطلعوا كاستراكتبل. طبعا treated glass give less extractable if the pH اقل من 8، عشان هيك نحن بنستعمل type 2 glass اللي هو treated glass لايش للنيوترال والاسيديك preparation، فبستعمله for that purpose. يعني هون بتفرجيكم العلاقه between the pH واللي هو الليتشبلز وشو همه اهم اللي هو الاكستراكتبل اللي بتطلع من الجلاس خلال عمليه تخزين اللي هو البريبريشن. طبعا الاكستراكتبل بتعتمد على فاكتورز، طبعا اول شيء الكونتينر سايز اند ديزاين. طبعا كل ما بيكون السايز تبع الكونتينر اكبر كميه الليتشبل شو بصير؟ اقل ولا اكثر؟ بيكون سيرفيس اريا عاليه اكثر، وبيعتمد كمان على ديزاين شكل الكونتينر، هذا بياثر على السيرفيس اريا. كل ما تكون السيرفيس اريا اعلى كميه الاكستراكتبل بتطلع منه اللي هو بتكون 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 اكثر. تيوبينج فيرسس مولدنج هي طريقه تصنيع الجلاس. تيوبينج جلاس كميه الاكستراكتبل منه اقل من البلو مولدد جلاس. وكونتينر بروسيسنج كيف نحن شو بنسوي بالكونتينر خلال عمليه المانيوفاكشنج، كيف بنخزنه بجو بارد ولا جو سخن؟ اذا الجو سخن الاكستراكتبل فيه بتزيد. البوشنج بري تريتمنت كيف بنسوي عمليه اللي هو تريتمنت للجلاس، طريقه العمليه اللي هو التنظيف، الدراينج والحراره استعملها خلال عمليه الدراينج، ستيريلايزيشن طبعا ستيريلايزيشن بيزيد كميه اللي هو الليتشبلز، واللي هو السيلينج ميثود عمليه اللي هو تسكير الامبول بتعرفوا بيسووا لها عمليه سيلينج باي فليم سيلينج اللي هو بالحراره. في طريقتين بيسووها بيسووا سيلينج للامبول، في شيء بسموه كابيلاري سيلينج والطريقه الثانيه البيت سيلينج. كابيلاري سيلينج يعني انظف من اللي هو البيت سيلينج. البيت سيلينج يعني بيجيبوا نقطه اوف الامبول بتكون مفتوحه من فوق بيعبوها بسكروها بيجيبوا piece of molten glass بحطوها على اللي هو الopening، هاي بسموها bead ceiling. bead يعني ايه؟ شو يعني bead؟ bead شو يعني bead؟ بنات بتستعملوش البيد؟ خرزه. في بعض الامبول بتلاقي في على التيب تبعها في زي هيك زي طابه صغيره من الجلاس، هاي بتكون مسكره by bead ceiling. الطريقه الثانيه اللي هي capillary بسخنوا الجلاس وبسحبوه وبسووا له عمليه تويستنج بلفوه فبسكر الامبول. الطريقه الثانيه اللي هي بسموها كابيلاري اللي هي بسخنوا وبسحبوا وبسووا تويستنج انظف من اللي هو تايب 1 وكميه الاكستراكتبل منها بتكون اقل. وكمان من الشغلات المهمه اللي هي ستورج اوف ذا برودكت ستورج اوف ذا فيلد كونتينر اللي هو التايم والتمبريتشر. طبعا كل ما بنخزن بدرجه حراره اكثر الاكستراكتبل بتكون اكثر، كل ما بنخزنه فتره طويله كميه الاكستراكتبل شو بتوقعوا؟
بتزيد الشيبينج، طريقه الشيبينج اذا بتعرض للشيكينج فايبريشنز بتزيد كميه الاكستراكتبل، وهتعرضها لللايت، اللايت كمان اذا بنعرضها لللايت بتزيد اللي هو بيزيد عمليه اللي هو الليتشبلز. وبيعتمد كمان على برودكت كومبوزيشن، اللي هو في بعض الايونز بصير عمليه البليسمنت اوف ايونز وذ سيرتن ايونز الموجودات داخل هو الجلاس، وبيعتمد على تركيز البريبريشن والبي اتش تبع البريبريشن. البي اتش تبع البريبريشن اوريدي حكينا كيف تتغير اللي هو الاكستراكتبل مع اللي هو البي اتش. طبعا كمان بيصير بين البرودكت وبين الجلاس بيصير عندنا انتر اكشن غير اللي هو طبعا من اهمها اللي هو ايون اكستشينج اوف ميتال ايون. طبعا اذا البريبريشن فيها صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم المنيوم ليثيوم، هذول مثل ايون دي تند انهم يعني يدخلوا بالجلاس ويتبدلوا باللي هو الايونز الموجودات داخل الجلاس، فهذا نوع من الانتر اكشن بيصير بتوين البريبريشن وبتوين اللي هو الفورميليشن بتوين اللي هو الجلاس. ممكن في بعض الشغلات اللي هي اذا البريبريشن فيها فوسفيت بفر فور اكزامبل او ستريت بفر، هذا الفوسفيت بفر والستريت بفر بيزيد عمليه اللي هو الديسوليوشن اوف الجلاس، الديسوليوشن يعني بدوب بالمي الجلاس، فاذا البريبريشن فيها اللي هو فوسفيت. البيتنج اللي هي الجلاس بصير كانه فيه بيتد فيه ثقوب، هذا بصير لما تكون البريبريشن فيها تركيز عاليه من الايديتا. وممكن يصير عندنا absorption of protein, drug, insulin زي الانسولين والالبيومين او بعض الادويه الهيدروفوبيك على اللي هو السيرفيس اوف ذا اوف ذا اوف ذا كونتينر زي الابنفرين والابروبين. ومرات بصير انتر اكشنز يعني بتطلع ميتال ايونز بتسوي كومبلكس مع اللي هو الدواء الموجود عندنا وبتقل السوليبيليتي وبصير عندنا بريسيبيتيشنز. يعني في مرات كثير في مالتي فالنت ميتال ايونز تطلع من البريبريشن زي مثلا الكالسيوم، واذا كانت كميتها كبيره وكانت السوليبيليتي تبع الدواء مش كثير عاليه، ممكن يصير عندنا بريسيبيتيشن داخل هو البريبريشن نتيجه اللي هو الانتراكشن بتوين اللي هو البرودكت واللي هو الجلاس الموجود عندنا. فهي اهم الاكشنز اللي بتصير. هسه نحكي عن اليو اس بي جلاس تيست اللي هو بيعطينا فكره عن المواد اللي بتطلع من الجلاس وقديش الجلاس ريزيستنس وقديش بيطلع منه اكستراكتبل، وهذا عباره عن يو اس بي تيست ريكوايرد فور بارنترال برودكت فور ذا اللي بيستخدم بالبارنترال واللي بيستخدم بالسيراب والالكزير في له ريكوايرمنت خاصه فيه حتى نقدر نستعمل هذا الجلاس. هذا يعني جلاس تبع الشبابيك ما بنقدر نستعمله بالبرنترال برودكت لانه كميه الاكستراكتبل فيه بتكون كثير عاليه، ولا بنقدر نستعمله حتى بالنون ستيرايل بريبريشن. طبعا اليو اس بي جلاس تيست وكميه الليتشبلز بيسووها بطريقتين، في تيستين بيسووها، في عندنا اللي هو باودر جلاس تيست ووتر اتاك تيست. which test to be used محدد بالفارماكوبيا، بيعتمد اللي هو الفوليوم تبع البوتل من ايش معموله. هسه بنحكي عنه. طبعا اول تيست بيستعمل اللي هو الباودر جلاس تيست، من اسمه باودر يعني بنجيب الجلاس وبنطحنه على شكل باودر، وطبعا بناخذ 10 جرام اوف ذا باودر، ولازم يكون السايز تبع الباودر بارتيكل بتوين 40 و50 مش، فبناخذ اللي هي 10 جرامات. بعد هيك بنحط عليه 50 ml of high purity water، مي نظيفه ما فيهاش اي impurities، بنخلطهم باللي هو الباودر الموجود عندنا تبع الجلاس، بنحطه درجه حراره اللي هي 121 لمده نص ساعه، وبعد هيك بنبرد slowly over هو 45 minutes للمي، وبعدين بنجيب اللي هو 5 drop of methyl red وبنسوي titration with 0.02 sulfuric acid، بنشوف قديش كميه اللي هو السلفريك اسيد اللي استهلك. كل ما بتكون كميه السلفريك اسيد اكثر، كل ما بتكون الاكستراكتبل اللي طلعت من السوليوشن بتكون كميتها يعني اكثر. التست الثاني بسموه الووتر اتاك تيست. الووتر اتاك تيست بنجيب الكونتينر البوتلز مثلا فور اكزامبل او الفايلز، بنعبيها تو 90% اوف ذا فوليوم، بتاخذ 10 ml بنحط فيها 9 ml، اذا بتاخذ 100 ml اذا يعني فور سيرب او بوتل فور لارج فوليوم بارنترال بنحطها ل 90% من الفوليوم، بنحطها بدرجه 121 ديجري سنتيغريد، بس ما بنحطها لمده 30 دقيقه، بنحطها لمده ساعه،
we call it over اللي هو 45 minutes. We have to collect اللي هو 100 ml of the solution. يعني إذا كانت كل vial تأخذ 9 ml, بدنا نأخذ number of vial بحيث إنه نحصل 100 ml volume of the solution بعد ما نسوي عملية التريتمنت. نفس الطريقة منضيف 5 drop of methyl red ومنسوي titration 0.02 sulfuric acid ونشوف كمية اللي هو sulfuric acid that has been consumed حتى نغير اللي هو لون الاندوكيتر. طبعا هاي هون اللي هو type of glasses اللي موجودات بالفارماسي وشو التست اللي منسويهم. طبعا هاي type 1, type 2, type 3 وMP. اللي هو type 1 اللي هو زي ما حكينا اللي هو البوروسيليكيت جلاس. التايب 2 اللي هو تريتد سودا لايم جلاس, وهاي هون التايب 3 اللي هو سودا لايم جلاس, وام بي جلاس اللي هو بيستخدم بالنون بارنترال جلاس اللي بنستخدمه بالسيرب وبالالكزير او البوتل تبعت الحبات وات ايفر. طبعا ويتش تيست تو بي يوز فور ايتش وان. طبعا هون اللي هو الهايلي ريزيستنت بوروسيليكيت بيسووه عاده اللي هو بباودر جلاس تيست, بينما تريتد سودا لايم جلاس بيسووها بالووتر اتاك تيست هسه قبل شوي حكينا عنهم. فعادة التايب 1 تايب 3 وام بي بنسوي لهم ووتر اتاك تيست, بينما تايب 2 بنستخدم اللي هو الووتر عفوا التايب 1 وتايب 3 وتايب وام بي بنسوي التيست تبع اللي هو الباودر جلاس تيست, بينما اللي هو تايب 2 بنسوي لهم اللي هو ووتر اتاك تيست. طبعا التايب 1 بنسوي الباودر اتاك تيست. الليمت لازم مش اكثر من 1 ml of 0.02 normal of sulfuric acid to be used. اذا كان الفوليوم اقل من 1 ml they pass, اذا كانت اكثر من 1 ml معناته هاي مش مطابقه للمواصفات المطلوبه للبوروسيليكيت جلاس. والسودا لايم جلاس طبعا مسموح فيه اللي هو 8.5 ml لكميه اللي هو الليتشبل او كميه السلفريك اسيد, يعني بنضل نسوي تايتريشن لحديت 8.5. وبالنسبه للسودا لايم اللي بيستخدم بالسيرب والالكزير الماكسيمم فوليوم لما نسوي تايتريشن مش لازم يزيد عن 15 ام ال اوف 0.02 نورمال او مولر اللي هو سلفريك اسيد. الثريت سودا لايم جلاس اللي هو تايب 2 جلاس بيعتمد على حجم الكونتينر. اذا كان الكونتينر حجمه اقل من 100 ام ال بيختلف عن حجم الكونتينر اللي بكون الفوليوم تبعه اكثر من 100 ml. اذا كانت اقل من 100 ml الليمت بكون 0.7 ml of 0.02 normal sulfuric acid, بينما اذا كان حجمه اكبر من 100 ml بتكون الليمت 0.2 ml of sulfuric acid. طبعا ليش ال 100 requirement تبعه اقصى من السمول؟ لانه السيرفيس اريا اوف كونتاكت بين البرودكت وبتوين هاف بتكون توتال سيرفيس اريا بتكون اكثر. فهاي اللي هي الريكويرمنت ريجاردنج اللي هو الديورابيليتي او الديورابيليتي اوف ذا تيست او اليو اس بي تيست فور اللي هو البارنترال برودكتس البارنترالز جلاس تو بي يوز ان بارنترالز او تو بي يوز ان نون ستيرايل بارنترال برودكت. فهاي هي اهم اللي هو الريكويرمنت. في اذا بتروح على الفارماكوبيا كمان الجلاس في له ريكويرمنت خاصه. طبعا في حكينا في الجلاسز مرات بيكون كلرلس مرات بيكون في عندنا امبر كلر. فطبعا في ريجاردنج اللي هو لايت ترانسميشن ريت في لها ريكويرمنت خاصه فيها موجوده باليو اس بي. كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن طبعا له علاقه كمان بالسترينج وله علاقه بعمليه اللي هو الاوتوكليفنج في لها ريكويرمنت خاصه فيها. الارزينيك ليفل اوف ارزينيك موجود داخل الجلاس لازم يكون اقل من حد معين. فلورو هيدروفلوريك اسيدز كمان ليفل تبعه لازم يكون اقل. في عندنا تيست يعني سبجكتيف تيست اللي هو بيكون عاده اللي هو الابييرنس تبع اللي هو الكونتينر. السوليبل ايرون في له ليميت ما يزيدش عن حد معين, والكلورايد كمان ما يزيدش عن حد معين. طبعا اذا بتروح على الفارماكوبيا كل موضوع من هذول الموضوعات موجود وكيف ممكن الريكويرمنت الخاصه فيه وكيف ممكن تفحصها. في كل واحد في لهم بروسيجر خاص فيه تو تيست هذا الاسبيكت من اللي هو الجلاس. هسه بدنا نحكي شوي عن اللي هو الربر. الماده الثانيه اللي بتستعملها بالبارنترال برودكتس اللي هي الربر. طبعا الربر نحن بنستعملها لانه بتمكن انه نسوي انسرشن للنيدل, وبعد لما نسحب النيدل عاده بتسكر اللي هو الاوبننج اللي صار. وبستخدم عادة بالفايلز والبوتل كلوجرز
السرنجز، الكارتريجز بلنجر، ديسك سيل، بورس اون بلاستيك باجز، اي في ادمنستريشن سيت. الفايل والفايلز والبوتل بتعرفوها، الكلوجرز اللي هم محل ما بتسكر البوتل او الفايل. السرنجز، السرنجز مرات بتلاقوا على البلنجر، البلنجر يعني المكبس اللي فيها، مرات فوق بالتب تبعته في عليها او الجزء الامامي منه اللي بيكون مواجه السوليوشن بيكون معمول من الربر. بورت اون بورتس اون بلاستيك، بلاستيك باجز، بلاستيك باجز كمان اللي هي اللي بنستخدمها بالكولابسبل باج بالبرنترز، بتكون محل ما بيدخلوا السبايك، محل ما بيدخلوا اللي هو اذا بدهم انجكت السوليوشن بيدخلوه من خلال الربر. والاي في ادمنستريشن سيت فيها ربر كومبوننت اللي هي جوام ربر اللي بيسوي انجكشن من خلالها. طبعا الربر فورميليشن ار فيري كومبليكيتد وذ ماني كومبوننت، وهسه رح نحكي عنها. طبعا الربرز عاده بتستخدم فيها اللي هو الاستومر بتستخدم في عندنا ناتشورال الاستومر وفي عندنا سينثيتك الاستومر. الناتشورال الاستومر بيجيبوها من الشجر، بينما السينثيتك بيسووا له سينثيسيس داخل 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 المختبر. وفي عندنا كثير مشاكل associated with the use of rubber especially closures. اهم مشكله فيها هي عمليه اللي هي الكورينج، كمية الليتشابلز، ومرور اللي هو الهواء والموشر من خلال اللي هو الربر الموجود عندنا. هاي هي بفرجيكم الربر كلوجرز، وهاي هون اللي هي شو هاي الألمنيوم سيل بنحطه على الربر كلوجر بنثبته بمكانه، ومرات بيكون من تحت بيكون في عندنا اللي هو ديسك فور ذات بيربوس. طبعا هون هاي الفايل في عليها الكلوجرز وداخلها بيكون في ربر، والجزء اللي انتم شايفينه هو اللي ايش الألمنيوم كاب، وبالوسط بيكون في بار من الألمنيوم كاب it can be teared off، وبعدين بتدخل نيدل بتسحبوا البريبريشن او بتسوي عملية اللي هو انجكشن للسوليوشن داخلها حتى تسوي ريكونستيتيوشن. طبعا اول شيء بدنا نحكي عن الفورميليشن اوف ذا رابر. فرابر فورميليشن انجريدينت انكلود ذا فولوينج. طبعا اول شيء اهم كومبوننت اللي هو بسموه الالاستومر اللي بيعطي الخصائص تبع الربر اللي كويسه لانه حتى يدخل النيدل ويطلع منها. طبعا في عندنا هي عباره عن البيز ماتيريال وماده الاساس، في عندنا الناتشرال الالاستومر، في عندنا بيوتيل، في عندنا سيليكون. اذا حدا بيشتري رضاعه حلمه للرضاعه بتلاقوا في بعض الحلمات بكون لونها كيف، ما حدا اشترى حلمه بكون لونها هيك بني، بتلاقي في منهم بكون شفافه، بتكون شفافة عادة بتكون معمولة من السيليكون، اللي بتكون لونها بني بتكون معمولة من ناتشر رابر حسب اللي هو البيز ماتيريال المستخدمة ذات ميك اللي هو الرابر. كمان بالرابر بيستخدموا اللي هو كيورينج ايجنت او بسموه فالكونايزنج ايجنت اللي هو بيسوي كروس لينكينج للرابر الى الاستومر، فتفورم كلوس لينك. عادة بيستخدموا فيه يا اما السلفر يا اما الزنك اوكسايد او الزنك بيروكسايد حتى يعطي اللي هو الشكل ويثبت عليه الشكل النهائي اللي هو للكلوجر لما يسوي عمليه مانيفاكتشرنج. حتى يشتغل الفالكونايزنج ايجنت او الكيورنج ايجنت عاده بيستعملوا اكسلريتر واكتيفيتر. الاكسلريتر بسرع اللي هو الكيورنج ريت او الكروس لينكينج، و 2 ام سي بي تي اكزامبل على اللي هو الاكسلريتر حتى انه يسرع عمليه اللي هو الكروس لينكينج. وكمان بيستخدموا اكتيفيتر اللي هو انكريز الافشنسي اوف اكسلريتر، يعني الاكتيفيتر بيزيد الافشنسي ذا اكسلريتر، وهذا بيزيد اللي هو كروس لينكينج تبع اللي هو الالاستومر الموجود عندنا. اكزامبل اوف اكتيفيتر اللي هو زنك اوكسايد وستيريك اكسيد ستيريك اسيد. بيضيفوا كمان للبريبريشن تبع الربر بيضيفوا لها اللي هو انتي اوكسيدنت حتى انه ما تنشف خلال الوقت وما يصير لها عمليه اللي هو اوكسيديشن. عاده بيضيفوا سمول اماونت اوف فينول. بيضيفوا بلاستيسايزر حتى يصير الربر يعني فليكسبل حتى يقدر يدخل النيدل. يعني ما اذا ما اضافوا بلاستيسايزر عمليه تدخل النيدل بتصير صعب، بتصير زي كوشوك السياره ما بدخل النيدل من خلاله. بيضيفوا فيلر اللي هو موديفاي هاردنس وبيقلل من كميه الالاستومر المستخدم زي الكربون بلاك واللايم سبون، وبيضيفوا بيجمنت حتى تعطي لون للي هو للربر اللي بده يستعمل. فزي ما بتشوفوا ماني كومبوننت ذات ار يوزد بالمانيفاكتشرنج اوف رابرز. هسه نحكي عن اول واحد اللي هو الالاستومرز اللي بيحدد صفات اللي هو الربر اللي موجود عندنا. طبعا الربرز في عندنا انواع، في عندنا شيء بسموه الناتشورال ربر اللي بيحصل عليه من الطبيعه.
طبعا اللي بتميز انه قوته كثير كثير منيحه، بس مشكلته كميه الليتشبلز والانتراكشن مع البرودكت بتكون عاده كثير عاليه. فاله الناتشرال روبر له جود فيزيكال سترينث وكان ويذ ستاند مالتيبل بانكشر، يعني اذا بنستعمل البريبريشن بدنا نسوي فيها اكثر من انجكشن يفضل انه نستعمل فيها اللي هو الناتشرال روبر. النوع الثاني اللي هو نيوبرين اللي هو عباره عن هالوجينيتد ناتشرال روبر، بجيب الناتشرال روبر بسوي له هالوجينيشن حتى انه يصير ريزيستنس للي هو الاويل، حتى الاويل ما يمر من خلال. فاذا في عندنا اوليجينس بريبريشن عاده بنستخدم فيها اللي هو نيوبرين اللي هو عباره عن هالوجينيتد ناتشرال روبر. في عندنا الهالو بيوتيل والهالو بيوتيل، طبعا هذا كثير بيستخدم، إله جود اكسجين اند موشر بارير بروبرتيز، بمرقش الاكسجين يعني احسن من الناتشرال روبر والنيوبرين ريجاردنج اللي هو انه يمرق اللي هو الموشر والبارير، فايتس اتس ان اكسلنت بارير، وحتى الانتراكشن مع البرودكت عاده بتكون اقل. في عندنا ستيرين بيوتادين نيترايل سيليكونز، مش كثير بيستخدم بالبرنترال برودكت، يعني ممكن يستخدمون لكن مش كثير كومون بالبرنترال برودكت. فطبعا بيختلفوا عن بعض بالصفات اللي هو بصفاتهم. طبعا هون في عندنا التابل بفرجيكم كل نوع من الالاستومر او من الربر معمول من سيرتن الاستومر، وبحكي لكم كميه الاديتيفز ووتر فيبر بيرميشن ريت وبوتنشال انتراكشن مع اللي هو البرودكت او الكومباتيبلتي مع البرودكت او المشاكل اللي بتتواجه خلال عمليه اللي هو المانيفاكتشرنج. طبعا اول شيء نبدا اللي هو البيوتيل، طبعا كلياتهم اللي موجودين هون بهذا التابل دي ار اوتوكليفبل. الاديتيفز فيه مش كثير عاليه، مودريت. طبعا كل ما بيكون الاديتيف اكثر كل ما بيزيد المشاكل مع اللي هو البرودكت الموجود عندنا. بتميز حكينا البيوتيل والهالو بيوتيل انه الووتر فيبر بيرميشن بتكون قليله، والبوتنشال انتر اكشن وذ ذات برودكت بتكون عاده مودريت مش كثير، لانه الاديتيفز اللي فيها مش كميه كثير. الناتشورال والنيوبرين طبعا كميه الاديتيف فيهم بتكون قليله، بتكون كثيره، ونتيجه لذلك اللي هو البوتنشال انتر اكشن مع البرودكت بتكون كثير عاليه، والووتر فيبر بيرميشن بتكون مودريت، يعني مش زي اللي هو البيوتيل والهالو بيوتيل، يعني بتكون اقل. البولي ايزوبرين هو انذر الاستومر، كميه الاديتيفز فيها عاليه، والووتر فيبر بيرميشن بتكون مودريت، والبوتنشال انتر اكشن الرياكشن تبعه اقل من النيوبرين. السيليكون اللي هو بيعطي اللون اللي بيكون لونها شفاف وبيضه كثير، كميه الاديتيف بتكون قليله، لكن مشكلتها انه الووتر فيبر فيرميشن ريت بتكون سريعه، عشان هيك ما بيستعملوها بالبرنترال برودكت، والبوتنشال انتر اكشن مع البرودكت بتكون اقل للسيليكون، لكنها مش كثير بيستعملوها بسبب مشكله انه هاي فيبر بيرميشن ريت. فهاي بالنسبه اللي هو مقارنه بين اللي هو ديفرنت تايب اوف ربر ريجاردنج اللي هو البوتنشال انتر اكشن وذ ذا برودكت وفيبر بيرميشن ريت. طبعا الربر كيف بيسوي العمليه اللي هو من المانيوفاكشن، طبعا بيجيبوا الرو ماتيريال، بيجيبوا البيز ماتيريال، بيجيبوا الاكتيفيتر الفالكونايزنج ايجنتس، الاكتيفيتر اكسلريترز، الادر اديتيف اللي حطيناهم بالتابل. طبعا بكل ماده بالفارماسيوتيكال بتستخدم بتاكدوا من الكواليتي تبعها والايدنتيتي والبيوريتي حتى يقدروا يستعملوها بالبرودكت. بعد هيك بوزنوا الاماونت ذات ار نيدد، بعد هيك بيسووا ميكسينج للكومبوننت مع بعض البعض، بيبدا يصير عندنا عمليه اللي هو الكروس لينكينج للالاستومر الموجود عندنا. بعد خلال عمليه الكروس لينكينج او خلال عمليه اللي هو الاكسترودن بيسووا عمليه اللي هو اكسترودن، الاكسترودن بيسووا سحب، يا يعني بيسووا مع شكل بليتس، يا يعني بيسووا على شكل ستريبس، يا على شكل شيت. يا شيت يعني شو يعني شيت؟ يعني زي الورقه هيك بتكون شيت. ستريب يعني شيء رفيع وطويل، يا اما بليتس يا اما على شكل حبيبات. بعد هيك بيشكلوهم بطريقه مختلفه، يا اما باي انجكشن، يا باي كومبريشن، باي ترانسفير، وبشكلوهم على شكل اللي هو رابر كلوجر والسيل البلنجر ولا على شكل ديسك حسب اللي هو الريكويرمنت. بعدين بيقصوا الاطراف الشغلات الزايده، و they wash to remove trim and molded lubricant. بعد هيك بفحصوها وبسووا لها عملية اللي هو packaging. طبعا this is يعني roughly كيف بتصير عملية المانيوفاكتشرينج of rubber.
طبعا في عنا اللي هو تيست اللي هو الربر تو بي يوز ان بارنترال برودكت. طبعا مش كل الربر نقدر نستعمله بالبارنترال، طبعا لازم يكون كومباتبل مع الجسم، لانه ممكن انه فراجمنت اوف ربر تدخل داخل جسم الانسان. طبعا بيسووا له عمليه اللي هو بيولوجيكال تيست، بيسووا وفي اللي هو خصائص الفيزيكو كيميكال بروبرتي تبع اللي هو الماتيريال. البيولوجيكال تيست اللي هو ريجاردنج الكومباتبيلتي مع جسم الانسان، في عندنا ان فيترو تيست وفي عندنا ان فيفو تيست. الان فيترو تيست اللي هو بيستعملوا اللي هو تيست بسموه اجارد فيوجن تيست، هذا موجود كمان كله موجود بالفارماكوبيا. بيجيبوا اللي هو الربر بحطوها على اجار ديفيوجن تيست وبشوفوا كميه الليتشه بس بتطلع من الجلاس. في عندنا دايركت كونتاكت تيست بحطوها اللي هو بحطوها مع سيرتين سيل لاين وبشوفوا شو بصير بالسيل لاين لما يحطوها مع اللي هو مع الربر. وفي عندنا الاليوشن تيست، بيجيبوا الربر بحطوها بسولفنت وبتركوه حتى تطلع منه المواد، وباخذوا هذا السوليوشن وبحطوه مع اللي هو مع السيل لاين وبشوفوا شو بصير بالسيل، بتعيش بتموت. فبيستعملوا ديفرنت تاب اوف سيل لاين، بيستعملوا ار بي سيز وبشوفوا شو بصير بهاي السيل لاين والار بي سيز لما يسووا عمليه ستورج مع هاي المواد. التيست الثاني اللي هي ان فيفو، ان فيفو يعني بيستخدموا فيها الانيمال. طبعا في عندنا بيسوي يا اما سيستميك انجكشن تيست اللي هو للسوليوشن ذات از، يعني بيجيبوا الربر بحطوه بمي بتقول فتره من الزمن او بسخنوه بيطلع منه الكومبوننت، وهذا السوليوشن بيسوي له انجكشن انتو ذا تيست انيمال وبشوف شو بصير بالانيمال لما يسوي عمليه انجكشن. انتركوتينيوس تيست او بحطوه تحت السكن، يعني سيستميك يعني انجكتد بالفين او ذا انجكتد اندر السكن، او بيسووا امبلانتيشن تيست بيجيبوا بيس اوف ربر بيسووا انسجن بالسكن بحطوها تحت السكن بشوفوا بالمكان اللي حطوا فيها الربر شو بصير داخل جسم الانسان، وفي لها ريكويرمنت خاصه فيها كيف بيسووا عمليه اللي هو التيست. الفيزيكو كيميكال تيست لا 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 للربر، طبعا اول شيء بيسوي اكستراكشن، الاكستراكشن سولفنت يعني لما يخزنوا الربر مع اللي هو السولفنت مختلفه، بيستخدموا المي، بيستخدموا ايزوبروبانول دراج برودكت فيهيكل بحطوه مع اللي هو مع الربر، بحطوا بيسووا اوتوكليفنج. كميه الربر لازم تكون السيرفيس اريا ان كونتاكت وذ ذا برودكت 100 سنتيمتر سكوير، وبسووا عمليه اللي هو اوتوكليفنج. وبعد ما السوليوشن هذا اللي بيطلع بيشوفوا اللي هو التيربيديتي، بيشوفوا شفاف يعني كلير ولا صار تيربيد. اذا صار تيربيد معناته في عندنا شغلات طلعت من السوليوشن من الربر وراحت على السوليوشن. بيقيسوا البي اتش بيفور اند افتر وشوف كيف البي اتش بتغير. بيدوروا على ريديوسينج ايجنتس وبشوفوا تركيز الهيفي ميتالز وبشوفوا اللي هو التوتال اكستراكتبل اللي طلعت من 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 من, من الجلاس بالديفرنت تايب اوف فيكل بعد ما يخزنوها ويسووا عمليه اللي هو اوتوكليفنج حتى تو كواليفاي ربر. شو يعني كواليفاي ربر؟ حتى نشوف انه الربر هذا مستخدم يعني مناسب انه نستعمله بالبارنترال برودكتس. طبعا في كمان تيست ثاني موجوده بالفارماكوبيا ريجاردنج اللي هو الربرز اللي بتستخدم بالبارنترال. في عندنا اكسجين ترانسميشن حتى المواد اللي بصيرها اوكسيديشن، بنشر الاكسجين يدخل من خلال الربر على الكونتينر. ووتر فيبر ترانسميشن من خلال الربر. pressure to puncture هسه راح نحكي عنه، pressure to puncture هذا functionality test لما الواحد بده يدخل نيدل بالسرنج لازم نيدل تدخل بسهولة، ما بدناش يعني نحط لنا 20 كيلو أو 30 كيلو أو واحد يوقف على النيدل حتى تدخل داخل الربر. الكورينج هسه كمان راح نحكي عنه اللي هي عملية fragmentation للربر لازم يظلوا متماسك وقوي. resiliability إذا بدنا نستخدمه for multiple injection لازم نسوي resiliability test، يعني نحط النيدل ونسحبها مكان ما حطينا النيدل لازم 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 يسكر. البايو كومباتيبلتي اوريدي حكينا عنه. الليتشابلز كميه المواد اللي بتطلع منه، الاكستراكتبل ليتشابل اكستراكتبل يعني نفس الشيء. البارتيكولت ماتر اللي هي لها علاقه بالفراجمنتيشن. اندوتوكسين ريموفال راح نحكي عن الاندوتوكسين بعد شوي كمان راح نحكي عنها. ديترجنت ريموفال لما يسوي عمليه واشنج للكونتينر للربر كلوجر. الربر كلوجر من الشغلات اللي مطلوب انها يسووا لها عمليه واشنج والديترجنت قبل الاستعمال. الجلاس مش مطلوب انهم تو واش وذ ديترجنت، بتكون نظيف الجلاس لما تيجي لما يصنعوها.
الامبيورتيز فيها بتكون 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 قليله، لكن الرابر كلوجر والالاستومر لازم تصيرها واشنج باستخدام اللي هو ديترجنتس. البريكنج بريك فورس اللي هو قوه تحملها، فاكيوم ريتينشن بيسووه حتى يتاكدوا انه لما يسكروا البوتل بالرابر كلوجر انها سيل فيري ويل، انه بيسوي كومبليت سيبريشن بين اللي هو الكونتنت والسراوندينج انفايرمنت، فبيسووا اللي هو فاكيوم ريتينشن تيست وباكج انتجريتي وشيبنج سيميليشن، فهي تيست بيسووها للبرودكت. طبعا مش راح نحكي عنهم عنهم كلهم، بس راح نحكي عن البريشر تو بانكتشر وعن اللي هو الريسيليابيليتي والبايو كومباتيبيليتي. فهاي بسموها اللي هو فانكشناليتي تيست فور رابر كلوجر. اللي راح نحكي عنهم اللي هو بريشر تو بانكتشر اللي هو يعني بتدخل النيدل ولا ما بتدخل، الكورينج اللي هو عمليه الفراجمنتيشن، والريسيليابيليتي اللي هو السيلف سيلينج كاباسيتي. طبعا هذول تيست خاصه بالكلوجر، يعني مش مالها علاقه بالديسك اللي بنحط مثلا بتوين البلاج بتوين الدول تشامبر، بس بالكلوجر اللي بيستخدم بالبرنترال برودكتس. ف فانكشن تيست ار بيرفورم اون كلوجر انتندد تو بي بيرس باي هايبوديرميك تيست نيدل. الهايبوديرميك نيدل يعني مقصود فيها النيدل مسوي فيها مدخل فيها البريبريشن او بنسحبها. Resiliability is required only to closure intended for multiple dose container. إذا إذا الكونتينر بنستخدمه مرة واحدة، هذا التيست مش مطلوب لل هو لهذا type of rubber. The needle specified for each test is lubricated, long beveled hypodermic needle. في لها صفات خاصة فيها اللي هو النيدل بيستخدموها خلال عملية التستينج. عادة الجيج تبعها 21، كل ما بيزيد الرقم النيدل بتكون اصغر، والديمتر تبعها بيكون عاده اقل، فعاده 0.8 مليمتر اللي هو الديمتر تبع النيدل، عشان هيك بسموه هايبوديرميك نيدل. البريشر تو بانكتشر اللي هو الفورس ريكوير حتى انه ندخل النيدل. طبعا البروسيجر فيري سمبل، فيل تو سوتبل فايل تو ذا نومينال فوليوم وذ ووتر، fit the closure to be examined and secure with aluminum cap. بنجيب البوتل او الفايل بنعبيها بالنومينال فوليوم، يعني قديش بتاخذ فوليوم، بنعبيها بمي وبنسوي عمليه اللي هو بنحط الرابر كلوجر وبنثبتها باستخدام الالومنيوم كاب، فبصير البوتل فيها مي وبكون الرابر كلوجر مثبت عليها. ولكل رابر نحن هون نحكي عن 10، يعني لازم نستعمل 10 نيدل. ففور ايتش for use a new hypodermic needle for each closure. Piece the closure with the needle perpendicular to the surface. بشكل عمودي تثقبوا اللي هو النيدل. طبعا خلال عملية الثقب بتقيسوا الفورس required to peel اللي هو to penetrate اللي هو النيدل. طبعا requirement إنه الفورس فور بيرسينج از نو جريتر ذان 10 نيوتن فور ايتش كلوجر ديتيرمند وذ اكوريسي اوف بلس ماينس 0.25 نيوتن. طبعا 10 نيوتن قديش يعني 10 نيوتن؟ اذا بنحكي عن وزن ضرب 10 ولا على 10؟ يعني قديش كيلو على 10؟ يعني بحدود اللي هو قديش وزنها؟ يعني كنا حطينا وزن 1 كيلوغرام عليها لازم يكون الفورس مش اكثر من 1 كيلوغرام فورس انه النيدل تدخل فيها. اذا هذول حققوا الريكويرمنتس، كانت الفورس اقل من 1 من 10 نيوتن لكلهم، معناته ذي باس اللي هو البنتريشن تيست. اذا واحده طلعت اكثر بكون هذا الربر يعني كثير تاف وما بنقدر نستخدمه اللي هو فور 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 كلوجرز. هاي بالنسبه للي هو البنتريشن تيست وكيف بيسووه. في عنا كمان التست الثاني اللي هو الكورينج اللي هو الفراجمنتيشن تبع الربر. طبعا فور فراجمنتيشن اوف ذا ربر، طبعا اذا كان نستخدمه فور ليكويد بريبريشن، عاده من هون هناك استعملنا 10، هون بيستعملوا 12 كليم فايل اللي هو فيل ثين كلاير وذ ووتر تو 4 ام ال ليس ذان ذا نومينال كاباسيتي. يعني بنشوف الربر تاخذ 10 ام ال بنعبيها قديش؟ 4 اقل من العشرة، يعني 6 ml of water. Fit the closure to be examined secure with aluminum cap and allow to stand for 16 hours. يعني بنحط فيها مي
ومنثبت الربرة ومسكرها ومنتركها لمدة 16 ساعة. هاي إذا كانت الكلوجر بتستخدم for liquid preparation. إذا كان الكلوجر بتستخدم for dry preparation يعني type 3 شو سموها glass يعني بنستعملها لpowder preparation وليس for liquid. بس منحط له fit closure to be examined into 12 clean vial and secure each with a cap. الكاب اللي هو معمول من الألمنيوم منثبتها بمكانها من غير ما نحط ماء. مش مطلوب انها تظلها 16 ساعة اللي هو closure for dry parenteral. بعد هيك منجيب اللي هو using a hypodermic needle fitted with a clean syringe وinject into the each vial 1 ml of water while removing 1 ml of air. يعني مندخل 1 ml of water ومنسحب 1 ml of air. بنعيد البروسيجر 4 مرات لكل فيال. فبتتعبى للنومينال فوليوم. فريبيت ذيس بروسيجر 4 تايم فور ايتش كلوجر بيسينج ايتش تايم ات ديفرنت لوكيشن. يعني بنثقب كل مره مكان مختلف. فمندخل 4 ml كل ml لحاله بثقب مكان مختلف لكل 12 فيال الموجودين عندنا. Use a new needle for each closure. كل container إله needle الخاصة فيه. Checking that it is not blunt during the test. Blunt يعني ما بصير يعني بظلها حادة وبتدخل بسهولة خلال عملية التستينج. بعد هيك منجيب اللي هو الفوليوم نفتح الفيالز بناخذ السوليوشن ومنسوي عملية filter the total volume of the liquid in all the vial through a single filter with nominal pore size not greater than 0.5 micron. بنفلتر السوليوشن ومنشوف شو الشغلات retained على الهو solution. بعدين count the rubber fragment on the surface of the filter visible to the naked eye. متفرج منشوف قديش في عنا شو بسموهم rubbers pieces of rubber على glass اللي هي بنقدر نشوفهم بالعين المجردة. requirement مش لازم يكون أكثر من 5 fragments visible بال 12 vial اللي سوينا فيه عليهم التست. فالتوتال نمبر لازم ما يزيد عن 5. This limit is based on the assumption that a fragment with a diameter أكثر من 0.5 micron are visible to the naked eye. طبعا في بعض الحالات بصير عملية شك إنه visible مش visible. واحد حدا بشوفها حدا ما بشوفهاش. هذيك الساعة ممكن يستعمل الميكروسكوب ويقيسوا الدايمنشن تبع البارتيكل. وإذا كان الدايميتر تبعها أقل من 0.5 مايكرون ما بتنعدش. إذا كانت أكبر من 0.5 مايكرون بتنعد خلال عملية التست. وهاي كيف بيسوي الريكويرمنت إنه regarding fragmentation لكل اللي هو الربر اللي بيستخدم بالبارنترال. فمنسوي عملية اللي هو الكورينج أو الفراجمنتيشن تست بالطريقة اللي حكينا لكم إياها. هاي بالنسبة للفراجمنتيشن. الثيرد تست اللي بس بيستخدم الفيال فور مالتي دوز فيال. طبعا بدنا نسوي نتاكد انه ريسيليابيليتي تيست. يعني لما نحط الدخل النيدل محل ما دخلت النيدل انها سكرت بشكل كويس. بهذا التيست بيجيبوا اللي هو فيل 10 فيال وذ ووتر تو ذا نومينال فوليوم. بيعبوها للفوليوم المطلوب. يعني بتاخذ 10 ml بيعبوها ب 10 ml. بيستخدموا 10 فيال او بوتلز. يعني هذا fit the closure that are to be examined. ركب اللي هو الكلوجرز and cap اللي هو مخصوص فيه الألمنيوم كاب اللي هي بثبتها مكانها. Using a new hypodermic needle as described above for each closure. Pierce each closure 10 times. Piercing each time a different location. منجيب لكل vial منجيب لها needle ونثقبها 10 مرات باستخدام النيدل. طبعا شو بنسوي بعد هيك؟ we immerse the 10 vial in a solution of 0.1 normal methylene 0.1% methylene blue. methylene blue هو solution لونه ازرق. Apply external pressure of 27 كيلو باسكال for 10 minutes. بتحطوا pressure على هذا solution. بعدين restore to atmospheric pressure and leave the vial immersed for 30 minutes. Rinse the outside of the vial. طبعا مش لازم نشوف لون ازرق داخل هو الفايل. اذا في لون ازرق معناته ما صار عندنا عمليه سيلين. فال10 فايل الموجود فيها مش لازم نشوف فيهم any trace of metal. اذا هذا الحكي مشي ما
معناته they pass اللي هو resealability test أو self sealing capacity test لا اللي هو الفيال. وهذا بنسوي تيست بس لمين؟ للفيالز اللي بيستخدموا for multi use vial، يعني بس اللي هو بيستخدموا لأكثر من مرة، اللي بيسحبوا منها أكثر من مرة اللي هو ال preparation. Drug excipient rubber interactions، طبعا في 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 مرات بصير interaction between الدواء أو ال preparation وال rubber closures. طبعا من ال interaction بصير adsorption of drug at the surface of the rubber، ممكن بصير امتصاص للدواء على surface of the rubber. example كثير بصير مع البروتين دراج، فمرات بيسووا surface treatment للربر كلوجر حتى يقللوا عملية اللي هو absorption of protein على surface. ممكن يصير absorption of drug dispersed in the rubber، بمتص هذا في بعض المواد الهيدروفوبيك ممكن تروح لداخل الربر وتدخل داخل الربر، مش من بس على surface تدخل جوا. example اللي هو المواد اللي هي لها اللي بتكون كثير هيدروفوبيك بصيرها this way. أو مرات بيصير اللي هو permeation of drug through the rubber، بتلاقي الدواء بمر وبطلع من الجهة الثانية من الرابر، اللي هم المواد اللي بتكون volatile. example عليها مثلا الفينوليك بريزيرفاتيف، الفينوليك بريزيرفاتيف اللي هو volatility تبعها عالي وهيدروفوبيك، فممكن انها تمر من خلال اللي هو الرابر كلوجر. leaching of rubber extractable into drug product، بعض المواد الموجودة من الرابر تطلع تروح على solution. example 2MCBT اللي هي ايش؟ اكتيفيتر ولا اكسلريتر؟ اختصرها 2MCBT حطيناها، اللي هي 2-mercapto بنزوثيازول او الومنيوم اور زنك، ممكن انها تطلع من الربر وتروح انتو ذا سوليوشن. طبعا هاي بوتنشال انتراكشن بتوين الربر وبتوين هذا. طيب ماشي الحال، بدي اضل هسه بدنا نحكي شوي عن اللي هو البلاستيك. البلاستيك بيستخدم بالبوتلز، طبعا كونتينرز. البلاستيك هو معمول من بوليمرز، فالبلاستيك ار بوليمرز سينثيتك اور ناتشورال ويتش كان بي شيبد وين سوفتن ذن هاردن تو ديزاير ستراكشر. بسكلوها وبطلع اللي هو على شكل بوتل او على شكل كلوجر اذا كان بيستخدموها بالسكرو كاب كونتينر. البوليمر شو هو؟ عباره عن لارج اورجانيك مولكيول بيلت اب فروم ريبيتيتيف جوينينج اوف سمولر مولكيول اللي هم بيسموه مونومر، لينك توجذر باي كاربون تو كاربون بوند وذ فاريتي اوف كومبلكس اورجانيك جروب اتاتش. فبيطلع لنا ديفرنت انواع من مختلفه من من من, من البوليمر. طبعا كلكم تعرفوا شو هو البوليمر، وعمليه اللي هو انه اتاتشينج البوليمر تو ذا اذر بوليمر بنسميها البروسيس بوليمرايزيشن. وممكن يسوي بوليمرايزيشن يا اما بالحراره او بالبريشر او باستخدام سيرتن كاتاليست. طبعا البلاستكس اهم البلاستيك اللي هو البي في سي. البي في سي هو البولي فينايل كلورايد، البولي ايثيلين اللي هم البوتلز اللي بيكون لونهم ابيض بيكون عاده معموله من البولي ايثيلين، هيك كثير بيستخدم بالصيدله وغير الصيدله. فينا البولي بروبيلين، فينا بولي اميد، البولي اميد هو نفسه النايلون. بولي كاربونات اللي بيكون لونه ابيض بالسرنج عاده معموله من البولي كاربونات. بولي الفين، الكوبوليمر زي الايفا ايثيل فينايل اسيتات، هاي بيستعملوها بعض انواع الباج. بولي ايستر، بولي ميثيل ميثاكريليت ميثاكريليك اسيد، هاي عاده بيستعملوها بالكونتاكت لينسز. الكونتاكت لينسز بتعرفوا الكونتاكت لينسز، في حدا ضل يستعمل الكونتاكت لينسز؟ فبتكون معموله من البولي ميثيل ميثاكريليك اسيد. اكريتو نيترال بيوتادين، طبعا هاي هي عباره عن ديفرنت تايبس اوف بوليمر. طبعا شو من ايش بتكون البوليمر بتنعكس على خصائص البوليمر اللي موجود عندنا. والبوتلز بنعملوا من بوليمرز، وكمان الباجز بيستعملوا بنعملوا من بوليمرز. طب هون في عندنا اكزامبل على اللي هو البلاستكس ان بارنترال كونتينر. طبعا الكونتينر فور 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 بلاد برودكتس عاده معموله من البي في سي. كمان اللارج فوليوم بارنترز كثير منهم معمول من البي في سي، هي الدكستروز نورمال سالاين، دكستروز 5% نورمال سالاين، الباك تبعهم عاده بي في سي. ديسبوزابل سرنجز زي ما حكينا لكم بولي كربونات، كمان بولي ايثيلين ممكن نستخدمها، بولي بروبيلين. وايريجيشن سوليوشن كونتينر، البولي ايثيلين، بولي بروبيلين، بولي اولفين، هذول عباره عن بوتلز بيكونوا عاده هارد. Infusion fluid container البي في سي اللي هو بيكون flexible collapsible container، polyester
polyolefins طبعا اللي هو الكومبوننت المختلفه الموجوده داخل هو الباج. الادمنستريشن سيت بيستعملوا النايلون فور سبايك، بي في سي للتيوبينج. البي في سي بتميز انه فليكسبل، والايفا بكون فليكسبل، بين البوليإيثيلين والاكريلونيترايل. البوليميثيل ميثاكريليت بكون ريجيد، البولي بروبيلين كمان بكون ريجيد، يعني بوليإيثيلين بولي بروبيلين بكون بيعطينا اللي هو ريجيد كومبوننت، يعني بسوي منهم بوتلز، بينما البي في سي بيعملوا منه اللي هو الباجز، بكون فليكسبل. وطبعا بيعتمد على اللي هو الكومبوزيشن تبع اللي هو الفورمولا تبع البلاستكس والاديتيفز الموجوده. في عندنا الكاثيثرز عاده بكون معموله من التفلون والبولي بروبيلين، يعني الانتر اكشن مع البادي بتكون عاده اقل باستخدام اللي هو التفلون. بلاستيك نوعين، في عندنا ثيرموبلاستيك اللي هي بوليمر ذات سوفتن ابون هيتينج اند سوليديفاي ابون كولينج، هاي البروسيس بتكون ريفرسبل. وفي عندنا ثيرموست بلاستيك اللي هو كيميكال رياكتيفيتي رياكتيف ان فلويد ستيت هاردنت باي كروس لينكينج فورمينج 3 دايمنشن نتورك. طبعا ذس از نون ريفرسبل، معظم الشغلات مستعمله بالفارماسي دي ار نون ريفرسبل، لان الكروس لينكينج بتوين اللي هو البوليمر تشين بيستخدموا اللي هو كروس لينكينج ايجنتس، مش بالحراره يعني بشكله وبرجعوهم. فعاده معظم البلاستيك بيستخدموا بالبرنترال وبالفارماسيوتيكالز اكشلي ثيرموست. طبعا البلاستيكس فيها اللي هو البوليمر وفي معه اللي هو بعض الاديتيفز. في عندنا الانتي اوكسيدانت زي البيوتيليتد هيدروكسيتولوين، هذا عباره عن اورجانيك انتي اوكسيدانت. في عندنا ثيو ايسترز الفوسفايتس كمان اولسو انتي اوكسيدانت، ممكن نحطهم بالبلاستيكس. في عندنا هيت ستابلايزر، طبعا هذول بيمكنوا انه نسوي اوتوكليفنج للبلاستيكس، زي بحطوا فيها ميتاليك ستيريت زي مثلا ماجنيسيوم ستيريت اللي هو اللي بيستعمل لوبريكانت، بس هون بنستخدمه كهيت ستابلايزر. ايبوكسيدايزد سويابين باريوم بنزويت فبسوي ستابلايزيشن للوبريك للبلاستيك. في عندنا لوبريكانت زي الفاتي اسيدز امايد البوليإيثيلين واكسز سيليكونز فلوروكربون زنك اوكسايد ستيريت، هذا بيسهل بعمليه تشكيل البلاستيك خلال عمليه المانيوفاكشر فبيستعملوه. وفي عندنا بلاستيسايزر زي بيستعملوا هيدروفوبيك بلاستيسايزر هم الثالث حتى يصير الفيلم ماتش مور فليكسبل، وبحطوا لون حتى تعطي اللي هو لون لا او داي حتى تعطي لون اللي هو البلاستيك كونتينر. طبعا في عندنا فيزيكوكيميكال تيست فور بلاستيك كونتينر، طبعا اهم شيء اللي هو يعني في عندنا بالفارماكوبيا بتلاقي الابيرنس، لازم يكون الابيرنس تبعه مقبول وشكله مناسب. اللايت ترانسميشن تيست بيسوي تيست فور لايت ترانسميشن. نون فولاتايل ريزيديو في تيست موجود بالفارماكوبيا نون فولاتايل تيست. ريزيديو ان اجنيشن هيفي ميتال، هيفي ميتال في لها ليميتس بالبرنترال باكجينج بالبلاستيك باكجينج. البفرنج كاباسيتي الباريوم الليفل اوف باريوم ما يزيدش عن حد معين. التن ايثر سوليبل اكستراكت لازم يكون قليل. ووتر فيبر بيرميشن various extractable thickness pressure flexibility vinyl chloride هذا البي في سي اللي هو الفينايل كلوريد اللي هو المونومر اللي مستخدم تو ميك اللي هو البوتلز مش البوتلز الباجز. وعندنا اللي هو الفاين بارتيكلز، طبعا هذا موجودات بالفارماكوبيا وبكل يعني الانترستد بيقدر يروح على الفارماكوبيا اليو اس بي وبشوف اللي هو تيست اللي هو للبلاستيكس تو بي يوز. زي ما حكينا عن الربر في عنا اللي هو compatibility test between الجسم الإنسان وبتوين اللي هو الربر، طبعا نفس الشيء للبلاستيك. في عنا in vitro test وعنا in vivo test. in vitro test اللي هي agar diffusion test بيجيبوا cell line موجودة على petri dish بحطوا عليها piece of شو بسموها بلاستيك وبشوف شو بصير حوالين المنطقة اللي سووا لها حطوا فيها اللي هو البلاستيك، زي ما بسووا التست تبع الديسك للأنتي مايكروبيال أكتيف، بس بستعملوا بداله بكون في عنا سلاين موجود بالبتري ديش. في عنا هو عنا دايركت كونتاكت تيست اللي هو بيجيبوا اللي هو البلاستيكس بحطوها بسوليوشن وبأخذوا الاكستراكتابل وبحطوها in contact with اللي هو cell lines. وعندنا اللي هو الاليوشن تيست وعندنا اللي هو هيموليسيس تيست. الهيموليسيس بحطوها مع ار بي سي لما يسوي اكستراكشن يطلعوا الاكستراكتابل من هذا بسوليوشن بمي او ايزوبروبانول او بالفيهيكل بحطوا فيها اللي هو الار بي سيز وبشوف شو بصير بالار بي سيز، بصير عمليه اللي هو شرينكج او رابتشر او هيموليسيس
فبفحصوا اللي هو الار بي سيز. الان فيفو تيست زيها زي الربر، سيستميك انجكشن اوف اكستراكتس، بحطوا بجيبوا اللي هو السوليوشن اللي كان فيه اكستراكت حاطين فيه اللي هو البلاستيك وسووا لها اوتوكليفنج، بيسووا له سيستميك انجكشن او انتركوتينيوس تيست اللي هو تحت الجلد او امبلانتيشن، بيشوفوا بيس اوف بلاستيك بحطوها تحت السكن وبشوفوا شو بصير بالمكان اللي سووا انجكشن. طبعا في عندنا بايروجين تيست، هاي راح نحكي عنه از وي بروسيد حتى يتاكدوا انه البلاستيك ما فيهوش بايروجين. كمان بيسوى للربر بس مش مكتوب عند الربر، بس بيسوى كمان شيء للربر. طبعا هون بتفرجيكم اللي هو الكونتينر المختلفه او البلاستيك بيستخدم بالبرنترال. طبعا البي في سي والايفا هم عباره عن لا شو بسموهم باجز، عشان باجز ليش بيستعملوا الباجز؟ النورمال سلاين واللارج فوليوم بارنترال، وهذول البوليإثيلين، هاي هون لو دنسيتي بوليإثيلين وهاي دنسيتي بوليإثيلين بولي بروبيلين، هذول البلاستيك بيكون ريجيد فبيستعملوهم عادة للبوتلز. طبعا هون عندنا دراج كومباتيبيليتي، مويستشر بيرميشن، هيت ستيريلايزيشن، ترانسبيرنسي كاركترستكس، كولابسيبيليتي كاركترستكس، ديسبوزابيليتي ديسبوزابيليتي كاركترستكس، هي صفات اللي هو الكونتينر. وهون في عندنا نيجاتيفز او بوزيتيف. البوزيتيف معناته احسن وذ ديس ريجارد، مش معناته اكثر او اقل، احسن وذ ديس ريجارد. فطبعا الدراج كومباتيبيليتي، طبعا البوتلز مور كومباتيبل دان اللي هو الكولابسبل باجز. طبعا البي في سي بس بيستخدموه لايش؟ لل شو بسموه نورمال سلاين، لل ديكستروز، الشغلات زي هاي الكترولايتس مينلي، ما بيستعملوا للادويه اللي هو البي في سي. لكن اذا بدهم بالمستشفى بحضروا ادميكستشرز وبدهم يعضلوهم يحطوهم باجز، عاده بيستخدموا ايفا باجز لانها مور كومباتبل مع البرودكت ذان اللي هو البي في سي، لانه الانتراكشن بينها وبين البرودكت بيكون 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 اقل. طبعا لو دنسيتي بولي ايثيلين وهاي دنسيتي بولي ايثيلين وبولي بروبيلينز تقريبا سنتين يعني كومباتبلتي مع الدواء بيكون احسن. مويشر بيرميشن هذول اللي بيكونوا عاده الفلكسبل، المويشر بيرميشن تبع بتكون فيهم اكثر من اللي هو الهارد كونتينر. هيت ستيريلايزيشن، البي في سي بيسوي له ستيريلايزيشن بينما الايفا ما بيسوي له ستيريلايزيشن، عشان هيك بالمستشفى بتكون ستيرايل وبيعبوها اندر اسيبتيك كونديشن وبودوها مباشره على البيشنت، وفي عاده الشيلف لايف تبعها بيكون كثير قصير. هذا بيستعملوها بالكومباوندينج. الايفا الباجز اللي بيستخدم بالهوسبيتال بتكون بس بيستعملوها يعني بحضر البروبيشن بيستعملوها مباشره وما بيسووا فاينل ستيريلايزيشن بروسيس، يعني ما بياخذوا الايفا وبحطوها بالاوتوكليف، ما بزبطش الحكي. بالنسبه للبوتلز اللو دنسيتي بوليإيثيلين ما بيسووا لها اوتوكليفنج، بينما الهاي دنسيتي بوليإيثيلين والبروبيلين بيقدروا يسووا لها عمليه اللي هو اوتوكليفنج. ترانسبيرنسيز البي في سي بتشوفوا من خلالها بسهوله، بينما الايفا باج شويه هزي، مش زي اللي هو البي في سي. البي في سي يعني فيري كلير، بشوف السوليوشن بسهوله. بالنسبه للبوتلز اللو دنسيتي بوليإيثيلين عاده بتشوفه من خلالها بيكون عباره عن كلير جلاس، هاي بيكون لونها ابيض، الهاي دنسيتي بوليإيثيلين يعني ابيض حليبي يعني بيكون لونها. البوليبروبيلين بتكون البوتلز بتكون لونها ابيض، رضعات الاطفال كثير منهم بتكون معموله من البوليبروبيلين. في عندنا كمان اللي هو الكولابسابيليتي، حكينا هذول يعني هذول بيكونوا كولابسبل، عشان هيك بيكونوا عليهم بلسز. هذول بيكونوا مش كولابسبل لانهم ايش؟ بوتلز، يعني بالنص الثلاثه بوتلز وعلى الجنب باجز. ديسبوزابيليتي كاباسيتي لها علاقه بسعر الماده الماتيريال الموجوده عندنا. طبعا البي في سي ارخص يعني كونسيدر ماتش مور اكسبنسيف ذان اللي هو الايفا، وطبعا البوتلز ارخص من الكولابسبل باج ان جنرال. فهي بالنسبه له اللي هو الصفات تبعت اللي هو الديفرنت تايبس اوف بلاستكس. طبعا الكونتينر، طبعا في عندنا زي ما شفتوا حكينا عن الكونتينرز وحكينا عن الجلاس وحكينا عن الربرز، طبعا في بعض الكومنتس بنحكي عن الكونتينر. طبعا different types of container, plastic or glass and stoppers are available to be used and we have to use the suitable type حسب الابليكيشن اللي بنستخدمها. يعني الربرز اذا كان بدنا نستخدم شيء for multiple injection شو بنستخدم؟
اذا بتتذكروا بتحمل وقوي اللي هو الناتشورال رابر. اذا كان نستخدم شيء باويلي بريبريشنز نستخدم اللي هو نيوبرين اللي هو الجينيتد ناتشورال رابر. فحسب يعني كل ماده لها الابروبريت يوز. طبعا الكونتينر فاريبل انكلود اللي هو الدنسيتي اوتوكليفابيليتي طبعا تو لوك ات كميه الاديتيف الموجوده. طبعا كل ما بتكون كميه الاديتيفز بالبلاستيك والربر اكثر كل ما بيكون المشاكل بوتنشال انتر اكشن مع البرودكت بتكون اكثر. اللي هو الليتشابيليتي ليتشابلز الووتر فيبر بيرميشن غاز بيرميشن رياكتيفيتي فيزيكال بروبرتيز زي الفلكسابيليتي الكلر ترانسبيرنسيز. طبعا هاي يعني صفات لازم الواحد يطلع عليها لما يختار اللي هو الكونتينر والماده تبعت الكونتينر. طبعا ايديال كونتينر شود بي نون رياكتيف طبعا هاي از ا ماست withstand sterilization if needed تتحمل sterilization مش كل المواد بنقدر نسوي sterilization حكينا. can be colored اذا بسوي colored بتكون احسن. completely sealed طبعا حتى نحافظ على الكواليتي تبع البرودكت ونحافظ على sterility و cap fit properly to the container حتى يصير عندنا complete isolation from the surrounding environment. Property of material used must be suitable for intended use, elasticity, hardness, porosity. زي مثلا نستخدم لللارج فوليوم بارنترال نستخدم مثلا PVC او فينايل حتى تعطينا اللي هو الالاستيسيتي او اذا بنستعمل بوتلز او بنستخدم او البوروسيتي تبعت الماده الموجوده عندنا ممكن تاثر على كواليتي اوف ذا برودكت الموجود عندنا. فهي اهم اللي هو الصفات ريجاردنج اللي هو اليوز اوف كونتينر وذ بارنترال برودكتس. بعدها راح نحكي عن الفايروجين والفايروجين تيستينج. ايش راح احكي؟